تصدق، خلونا الله يوفقك ويسلمك. يزرع أخلاق الفريدة من قيم الدين الحميدة، فيها مفهوم العقيدة والبشرى طول السنين، يسري في رحب الدروب ينثر بالفرح. يا سلام عليك، اسمع التحية، اسمع التحية عبد الرحمن، استاذ تحية عبد الرحمن. ترى أقول لكم حاجة، الجميل في هذا المشروع أنه العائلة كلها مساندة في هذا المشروع. ما شاء الله تبارك الله، أخوه مثل معه، أخته هي مصورة ومخرجة، ما شاء الله، صح كذا؟ ما شاء الله، عائلة إعلامية. أنتوا جاهزين كذا عبد الرحمن نسوي قناة عندكم؟ إيش رأيك؟ يعطيك العافية، كيف حالك عبد الرحمن؟ طيب قرب المايك. أيوه، إيش الفكرة عبد الرحمن؟ حكينا إيش الفكرة؟ أبغاك تسولف. أيوه، قرب المايك. أيوه، كان من الواقع بغض النظر عن التصوير، العمل كان جليل. ايش هو، ايش الفكره؟ اعطيني ايش الفكره، ايش كانت هي؟ وش يعني؟ انا اعتبرني ما شفت الفيديو، يلا عبر لي وش اللي سويته انت. يعني فيديو الصدقه. فيديو عن الصدقه، كيف الطريقه؟ وش صناعه الفكره؟ كيف الفكره؟ ايش الفكره سويتوها؟ قرب المايك وتكلم. هات المايك. ايوه مايك كده. ايوه يعني سولف. حلو. يعني ايوه، كأن مشقق ثوب وهو فقير، أجي وأعطيه ريال يشتري موية ويشربها خلاص. حلو، برافو، يا سلام. من صاحب الفكرة عبد الرحمن؟ من اللي أعطاك الفكرة؟ أختك ما شاء الله قالت الفكرة؟ لا، أمي. أمك صاحبة، ما شاء الله، يعني أمه صاحبة الفكرة وأختك مخرجة وأخوك ممثل. برافو برافو برافو، ما شاء الله، عائلة شاركت، كل العائلة شاركت في هذا المشروع. إيش رأيك يا أستاذ عمر؟ والله هو فكرة يعني بدر، استاذ بدر عفوا. ايه جميل، وخصوصا انه يعني افضل الصدقه سقيا الماء، هو يوم عطى الفقير او انه اعطى فقير مويه، ف يعني صراحه فكره جميله، خصوصا العلبه هذه في العمر هذا. ايه يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني فكره ازين من الرائعه يعني. يا سلام، ايش رايك استاذ؟ ما شاء الله تبارك الله، حقيقه المقطع قصير جدا لكن وصل قيمه رائعه، وهي البذل والإنفاق، مثل ما قال رسول ما نقص مال من صدقة، بل تزيد. صلوا صلوا على النبي، اللهم صل على محمد، صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم. مركزين ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنا شايف إنه في أحد مركز في الفيديو يعطيني حاجة كذا جميلة، شافها لفتة كذا جميلة. كم حبيبي تفضل، إيوه بس أمسك المايك، خذ المايك معك، خذ المايك معك وأعطيني لفتة كذا حلوة كذا شفتها وعجبتك. أيوه ارجع مكانك، أيوه مكانك، يا سلام، برافو عليك حبيبي. انه شو اسمه بطريقه جديده، كلهم يصورون وهم يسوون شيء، اما هو لا جاء سوى زي كذا، فكر قال ليش ما اتصدق، ثم بعدين على طول راح تصدق. اه حلو، سو يعني. شغل درامي. اي سوى الفكره دراميه، بدل ما يبدا على طول المشروع، لا بدا كانه قاعد يفكر وسوى المشروع من بدايته. برافو، حلو. واحد من الشباب برضه ايش اعطينا شيء ايجابي شفتوه في المقطع، بنعطينا فائده شباب برضه كمان، شاف شيء، لاحظ شيء في المقطع ايجابي، ابى اشوف تركيزكم عادي ولا، عشان عندنا مشاريع كثيره اليوم، باقي لنا ترى ثلاث مشاريع غير مشروع عبد الرحمن. ها شفت شيء نايل؟ انه هو سوى طريقه جديده. أيوة؟ يوم حط الكرتون جوا فلوس. ايوه طريقه جديده وكتب عليها العباره. حلو، الصندوق هذا تجمعون فيه انتم فلوس، تجمع فيه عشان تشتري له، ولا ايش الفكره في الصندوق؟ الصندوق ليش، ايش الصندوق، ايش تسوون فيه؟ قرب المايك، قرب. يعني ايوه لا الصندوق اللي حاط المقطع، لا الصندوق، الصندوق وش الصندوق تجمعون فيه اللي في اخر المقطع، وش تسوون فيه؟ نجمع ثم نشتري. ما شاء الله، حلو، برافو برافو برافو. يكون لهم مكان يجمعون فيه، ترى هذا شيء جميل. انا هذه رساله، برافو استاذ محمد، للجميع، ترى جميل جدا، انتم الابطال، ممكن انتم ترى تكون يعني معول خير في العائله. ايش تقول؟ تعالوا يا اخواني، تعالوا يا اخواتي، وش رايكم ندفع مبلغ اسبوعي لو ريال، كل واحد منا يحط ريال في صندوق،
ونجمع مبلغ نهاية الشهر ونسوي به عمل خير. يعني شوفوا من المشروع هذا ممكن نطلع عدة مشاريع. هذا مشروع تطوعي وخيري صح ولا لا؟ صح يا شباب؟ ممكن نسوي المشروع هذا من مصروفنا اليومي، مصروفنا الأسبوعي، العيديات حقتنا. تعالوا الصندوق اللي سواه، لا نبغى نسوي صندوق، نسوي فيه مشروع خيري أنا وإخواني وأمي وأبوي. نقول تعالوا تعالوا أنا مسوي صندوق زي الحصالة كده، حطوا فيه اللي تبغون، اللي تبغون. والله رحت تعشيت وزاد معك ريالين حطوا فيه، بعد أسبوع تبغى تحط ريال زيادة، جمعتوا نهاية الشهر 100 ريال، 60 ريال، 70 ريال، اشتري بها لو كراتين مو يحطها في مسجد. هذه سقيا صح ولا لا أستاذ شرعي؟ ثق تماما أن مهما صدقة، مهما دفعت أو خسرت مبلغ من عندك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما نقص مال من صدقة. فلو كانت تخسر المبلغ بل حفظتها في مكان أعلى، هي تجارة مع الله سبحانه وتعالى. مهما كانت يعني مهما كانت القيمة، إلا أن الأجر والثواب أكثر. ويكفيك دعاء الملائكة يوميا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. اللي ينفق الله سبحانه وتعالى يعطيك خلف. من اللي يخلفك؟ الله سبحانه وتعالى. الله أكرم مني ومنك صح ولا لا؟ أنت تدفع 10 ريال 20 ريال، ترى الله أكرم منك. فلو تدفعونه بالصدقة دائما، ثق تماما أن الله بيخلفك، بيخلفك خير. لا تخاف، سواء بالمال أو خير في الدنيا أو بركة صح ولا لا؟ شكرا. نسمع التحية، نسمع التحية لعبد الرحمن. يعطيك العافية، مشروع خيري. شكرا لك سريع كانك، يعطيك العافية. مشروع خيري وجميل صراحة. الجميل في مشاريعكم كلها، الشكر لكم أنتم ولعوائلكم أنهم شاركوا معاكم. هذا المشروع بالفعل هو مشروعي مع عائلتي، يحمسنا أن نطلع أفكار جديدة ومشاريع جديدة مع أهالينا، مع أخواتي، مع أمي، مع أخواني، مع الوالد، مع الوالدة، مع الجد، مع الجدة. برافو عليكم، يعطيكم العافية.